هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا ليش يديرهم هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا القضاء المدني ديجا على بالنا بيه باللي يمشي بالاوامر، والقضاء العسكري يمشي بالاوامر. يعني يقول بالنسبه لبعلام بن ناصر اللي حوشلوا لا على ديبروف لا على كذا، منها يروحوا ديريكت يحكموا له ب 20 ب 15 مؤبد كيما بغاو. شكون راهم؟ إذيا راهي اليوم عندنا قضية عادل عبد المالك شقيق أنور مالك، اللي كيما نعرفو كانوا وقفوه مشى المحكمة المدنية في تبسة، مقفوش دار مياز وعليهم الدواء، من بعد داروه تحت الرقابة القضائية، هو خارج من المحكمة جاو خطفوه ولا الاحترام. ايه دي غونغستيريزم هكذا يديرو، سي دي غونغستير هادو، سي دي بريغون، سي دي فويو، جاو خطفو الراجل فوق ال 15 يوم ما بانش. بعد ما حركت الآلة وبدا ولا ودا قسمتنا وقال لك راه في الحبس قسمتنا، اي حاكموا في الحبس قسمتنا 8 سنين سجن، ومن بعد حولوه للبليده. هو مدنية ماهوش عسكري، مدني ماخذ لا ريتريت تاعو، دفعوا لا ريتريت بالسيف، خرجوا لا ريتريت ما يمدولوش سنتيم، حقو تاع التقاعد ما داش. يروح نهار 3 ابريل، من 3 ابريل الى 4 داروا الاستئناف، حكموه امام محكمة الاستئناف في البليدة. محكمة الاستئناف تأيد الحكم الأول 8 سنين، ويحمد ربي ما زادولوش 10، ما حسبوهالوش ب10، 8 سنين. لما نشوفوا الأحكام 8 سنين، من أول واحد يجيني البالي 8 سنين هو جبار مهنا، حكم عليه 8 سنين علماش جبار مهنا. التلفزيون الجزائري يقول بأنه يحكم بتهمة الثراء اللاشر، وهذا معروف. وكذلك قال لك ترافيك دانفلونس، الترافيكات كذا، وهذا الشيء معروف. جبار من كان داير من فندق في ما نسميش فندق، هذا احترام لصاحبي اللي مسكين كان داير عليه دراع، فندق في البليده شنابر، بنات البغاء والحوار والفساد. قال هادو يحتاجون العسكر لانهم مش يروحوا للديار، نايا دير مسخوف هذا جبرنا، والتاريخ سيسجل له ذلك ويصيب في كتاب تاريخ، اقسم بالله العلي العظيم. واحنا في رمضان الا يوجد في كتاب يروي تاريخ الجزائر المعاصر، سيصدر عن قريب ان شاء الله. ان بروكسينيت على تيت دو سيرفيس سكري الجيريان، هذه اكبر جريمه ترتكب في حق الجزائر، وتحمل مسؤوليتها شنقريحه وتبون. جيبوا ان بروكسينيت جاهل امي على راس الاجهزه الامنيه الخارجيه. نسي جبار
اللي استغربوا فيه من بعد وانه عبد الملك عادل خذ نفس الحكم 8 سنوات. ايوا واش عنده؟ صابوا عنده قلق وثائق، ورئيس الجلسة قال هذه وثائق تمس بأمن الدولة، وأمام المحكمة ذكرت هذه الوثائق. واش لي شكوى تاع مرأة ضربها راجلها، الثانية تاع حادث مرور من الدولة قال، الثالث محضر تاع بروسي داروه الواحد داروه بروسي. الوثيقة الرابعة خصام حول قطعة أرض بين زوج من الناس، هذه أربعة كتبوها في الكمبيوتر ديالو، وعلى كتبوها في الكمبيوتر؟ لأنه الدرك الوطني في بلد غني، بلد بترولي، ما عندوش باش يشري أجهزة الكمبيوتر للموظفين ديالو باش يخدموا بهم. دونك سي عادل عبد الملك يعوض يقول ما نخدمش، ما عطيتوش كمبيوتر ما نخدمش. سيدي يتبرع بالكمبيوتر ديالو، دونك يسجل في المحاضر هادو، نالي خرج محاهم، ما على بالش بلي كاين ان كاش في الاورديناتور اللي يحتفظ بالوثائق هادو. نالي وقفوه وراح دو في التشوك دا، لانه دارت ما صابوا والو، قالوا ما كان والو. كداوه الامن الداخلي هما عندهم وسائل اكثر يعني تقدم، داروا ضربوا هكذا، قال لك هاي وثائق، يديو هذيك قال لك هاي وثائق. قالوا علاش واش دير في الكمبيوتر ديالك؟ داروا من حبه، لانه في نفس في هذاك الوقت اللي هما يفتشوا ويديروا ولد الحرام، وحنا في رمضان ونقولها ونعاود، ولد الحرام، ولد الحرام، قائد الدرك الوطني جنرال والحاج، وعلاش قال عليه ولد الحرام؟ إنه يرتكب الحرام وزيد في شهر رمضان، إنه جعل من قضية عادل عبد الملك قضية شخصية. ويمد في الأوامر، وهذا السيد هذا بهذا الأسلوب هذا الشيء اللي يدير فيه قد ظلم، ظلم مواطن، ظلم أحد عباد الله، ربي سبحانه محرم الظلم على نفسه، ربي سبحانه محرم الظلم على نفسه، يعني أكبر حرام هو الظلم، يرتكب فيه ولد الحرام الجنرال والحاج، يرتكب فيه الجنرال والحاج ولد الحرام، هذا يقول عليه ولد الحرام، لا إثم في ذلك، وما كان حتى شيء يعني اللي خرجت الشراع ولا، بالعكس شهر رمضان، بنادم كل من خالف شرع الله، كل من ظلم لابد من إدانته. يقول لك إن رأيت منكرا، دي الرسول صلى الله عليه وسلم، رأيت منكرا فقومه بلسانك، إن لم تستطع فبيدك، إن لم تستطع فبقلمك، وإن لم تستطع بقلبك، وذلك أضعف الإيمان. نعم باللسان وبالقلم نقوموا هذا الظلم هذا وندينوه ونفضحوه.
لا بد من فضحي لأنه هذا إنسان ظالم. سي عادل حاكمين عليه 8 سنين على جال 4 محاضر ما عنده حتى علاقة بأمن الدولة، ويزيد وين هاد المحاضر؟ دوار من دوار اللي واحد ينسى خلاص باش يعاود في ولاية برج بوعريريج. يعني برج دوار بحر، واش من أمن؟ واش من أمن دولة لهيه؟ يقولوا أمن دولة. ويزيد يروحوا لهاد الحرام اللي داروها على كل حال. لما ربي يخلصوا جميع من يرتكب هذا الشيء كما قضية الوحدة الناصر اللي يزور الله ما يحشمش يزور لا دين لا ملة. فما يجوز رمضان وزور يا ولد الحرام اش بيكم هاك؟ واش يديروا في قضية عادل؟ هذيك 4 وثائق حكموا عنده كلي يو اس بي في الطوموبيل دايرها يسمع بها الموسيقى. ليه لا يسمع بها الموسيقى؟ نحاولوا وحطوا هذيك لاكلي يو اس بي في ال حطوا فيها 4 وثائق. فرئيس الجلسة يقول له كيف فهموا قالوا وعلاش تحط فيها في لاكلي يو اس بي؟ قالوا هذه ما كانتش في لاكلي يو اس بي. شنو ندير بها؟ قالوا لاكلي هذه كنسمع بها الموسيقى. نسمع بها الموسيقى. منين راح؟ قالوا لا انت راك هذه وهذه وثائق. هذا ولد الحرام في رمضان رئيس الجلسة المحكمة المحكمة العسكرية في البليدة نقول له خاف ربي ما يعرفش ربي صايم تصلي واش نجم نقابل به مولاك واش نجم نقابل به عائلتك؟ أنا نذكر قاضي تحقيق الأستاذ حاجي في محكمة الجزائر في سنة 94 لما حلوني على قاضي التحقيق دخلوني الحبس يعني الأخلاق دخلوا الحبس. مشيت عنده بون سمعني سجل المحضر شاب لي لافير فرعة هو ديجا من الأول يقول لهم يا ولدي أنا مانيش تاع قضايا تاع الصحافة قضايا اقتصادية يقولوا ما عليه حط معاك نشوفوا بعد نشوف يقول لهم راهو تم اتخاذ قرار توقيف الجريدة قبل ما نسمعوا أنا كقاضي باش ناخذ أنا قرار توقيف قالوا نوم عليه روح برك ديروا في الحبس بعد نشوفوا يزيد يقول لهم الجريدة راهي مقرها فلسطين والتحرير في قسنطينة والراجل يسكن فيهم البوادي ما كاش يعني لا كومبيتونس تيريتوريال ما تطبقش عليه يقولوا ديروا في الحبس ومن بعد شوف كل هذا بعد ما كمل معايا الحبس كانوا قبل ما يبدا اهبط عند كان الله يرحم الله لا يرحمه مات كان نائب وكيل الجمهوريه سايح مشالو قالوا دي السيد راهو جريدة ما تخرج في الجزائر في العاصمة والمقر تاعها في العاصمة والسيد ما يسكنش في العاصمة يسكن في البواقي والتحرير في قسنطينة ويعني ما عندنا روح 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 ديرو في الحبس ومن بعد طلع سمعني لأنه معلوم ما حبش يسمعني لأنه الاختصاص الإقليمي ما هوش من اختصاص محكمة الجزائر شاف ما كان والو ما كان حتى شيء كي كمل زاد هبط راه عند نائب وكيل الجمهورية وكيل العام جنرال أدجوان بن حمبو كي يسمعوا اسمه يحشموا بيه
عائلته يحشموا به. قالوا لنا نديره في الحبس ومن بعد نشوف. بزاف اللي صرات لهم هكذا يديرون في الحبس ومن بعد يقولوا نشوف. كانت أوامر. كان ذاك الوقت حكم زروال اللي قالوا عليه ديمقراطي للجبان. بون سيد دا قال لي جماعه معاولين هذيك اللي راهم مع الشاحنين هذيك. قلت له على بالي هاني راهم يقولوا لي نديرك في الحبس، بصح انا ما نديرش في الحبس، ندير لك رقابة قضائية، روح درك نطلقك وروح غدا جيب محامي ديالك وروح ندير. نغدا جيب محامي صاحبي رئيس فاروق الله يذكره على خير، صبتو عليه في التلفزيون لأنه متحبس على قلب برغل ما صبتوش في المكتب تاعو، حبست على الزرداني محامي كبير ولد عمي مريم بالنيوب كيف كيف ما صبتهمش. دونك رحت المحكمة صبت عيسى فاروق قلتو هاك حجة معايا. خلنا واش يقول لي الأستاذ حاجي قال لي قال لو كان البارح درتك في الحبس أنا ما رقدتش، أنا ما بدتش نرقد. قال لي خرقوا 5 قوانين خرقوها باش يديروك في الحبس. قال لي ما نقدرش. قال لي فوالا ندير لك رقابة قضائية و بعد نشوفو ما نحيلكش الباسبور. قال لي كان نحيلك الباسبور راه تعود دعوة صعيب باش تعاود تريكوبيريه. كثر خيرو وبقى التاريخ وذكرته في كتاب لا مافيا دي جينيرو وذكرت هذا الشيء كامل. وولده اتصل بيا عنده 4 سنين 5 سنين قال لي بابا راه يشكرك. قلت له ما عنده علاش يشكرني، ما عنده علاش يشكرني لو الراجل هذايا عنده اخلاق قبل كل شيء ويخاف ربي ما يظلمش لانه القاضي ما يلزموش يظلم. شفت مرقودات هذوما يجي يظلموا ما يحكموش شهر رمضان تاخذ 8 سنين من عمر شاب، تاخذ 8 سنين من زهرة شبابه ما تخافش ربي. بدا من هذاك ولد الحرام الكبير والحاج جدرمية وروح حتى لآخر من تنفيهم. فوالا تم عليه الحكم بسبة وثائق ما عندها حتى معنى، ما عندها حتى تأثير لا على الأمن الوطني ولا على الأمن المواطنين هذوك ولا حتى واحد. وكيلهم ربي. ودوك واش راهم معاولين يديروا؟ معاولين يعاقبوا العائلة ديالو، يعاقبوا باباه مجاهد، باباه مجاهد حابين يعاقبوه انهم يزيدوا يبعثوا ولده دوك من البيدا يروح للبشار. مش هذاك ما يقدرش يشوف يعني باباه اللي معاه فات 90 سنة يعني يموت وما يشوف ولده، يموت وما يشوف ولده. ليه كيفاش مجاهد يتكلموا على الثورة وعلى المجاهدين مع الشهداء ياك يا ولاد الحرام غادي نديروا كثير في ولاد المجاهدين ولاد الشهداء وتجي تحلوا فعلا. المهم ربي يقدر الخير. نواصل هذا الموضوعين باللغة الفرنسية باش ننجح مليح، باش ننجح مليح. دونك بعد السينجل نبداو باللغة الفرنسية. هشام عبود ياسين نيرو دوما ليها يا لي جينيرو، هشام عبود ياسين نيرو